يعني كان رأي الناس في السنة دي رأي جيد عجبك؟ آه بص حضرتك في آراء كويسة وآراء، بس أنا حاجة لفتت نظري السنة دي إنه هو السوشيال ميديا، إنه ممكن السوشيال ميديا حد يكتب المسلسل ده، مش على اعتماد بقى، أنا بتكلم بشكل عام، المسلسل ده رقم واحد في مصر، فالناس تتأثر، المسلسل ده وحش فالناس تتأثر، وبي بقى في الحروب الإلكترونية بقى أو اللجان دي، يعني أنا شفتها السنة اللي فاتت والسنة دي بشكل كتير جدا جدا جدا، وأعتقد أن ده يعني ده شيء جديد جدا في حياتنا، يعني أنه ممكن مواقع التواصل الاجتماعي توجه الناس وتوجه رأيهم أيضا في طبعاً الأعمال طبعاً الدرامية للأسف الشديد. وبعدين كمان في حاجة تانية، أن أعتقد في بعض الصناع، مش هنا بقى بيعملوا مسلسلات في حتة تانية، ده بيوجهوا ذوق الناس، يعني أن ممكن الناس مش عايزين المسلسلات اللي بتناقش القضايا، وعايزين المسلسلات اللي فيها نط من كذا وموتوسيكل بيتشقلب وعربية بتتقلب وهكذا، فده كثرة الأعمال دي أنا رأيي الشخصي أنها بتأثر في ذوق المتلقي.